احنا مطلبنا الاول والاخير هو الحقيقه معاك حقيقه تيجي من بعيد، وشكون اللي قام وشكون اللي قرر وشكون اللي خطط وشكون اللي حدد. اذا نقطعوا الحلقات المفصليه ما بين المقررين والمنفذين ما نجموش نعرفوا الحقيقه. القتل من ناحية إنسانية مبدئية مرفوض، احنا تشوينا منه، احنا قاسينا منه ورافضين أن يتم تصفية بهذا الشكل. من جهة أخرى ما يجيب لنا حتى شيء للملف، ما يجيب لنا حتى إضافة للملف، ما نجموش ناخذ معلومات من عند جثة هابدة. مسألة الأهداء اللي عملوا لنا وزير الداخلية هو مردود عليه وهو مرفوض، وهو قلة إنسانية، قلة ذوق، بعد عن تعاليمنا وحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ما عودناش لا نهدي ولا نقبل جثث كهدايا. Stop it.